كيف كشف الإمام علي عليه السلام عن ذمته المالية حين تولى الحكومة؟ علي يجيب: عندما قدم الإمام علي عليه السلام إلى الكوفة وهو حاكم لأكبر إمبراطورية في ذلك العصر، قيد ذمته المالية وحدد أملاكه التي جاء بها من المدينة، وذلك بقوله: يا أهل الكوفة، إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي ورحلي وغلامي فلان فأنا خائن. فالإمام علي عليه السلام حدد الإطار العام لخيانة الحاكم المالية، وهو النمو غير طبيعي للثروة، كما وأعطى للشعب حق الرقابة المالية على الحاكم ومحاسبته.